تخليدا لذكرى الرموز في مصر، وطبعا دي حاجة في منتهى الأهمية. اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قامت بوضع أسماء اللاعبين اللي دخلوا نادي المئة على مدار تاريخ الكرة المصرية على جدران اتحاد الكرة في إطار عمليات التطوير والتجديد بمقر الجبلية بالجزيرة. جاءت قائمة اللاعبين اللي دخلوا في نادي المئة أسماء كلها أتقل من بعض الحقيقة: حسن الشاذلي، حسام حسن، السيد الدزوي، مصطفى رياض، محمود الخطيب، أحمد الكاس، عبد الله السعيد، محمد أبو تريكة، وأخيرا وليس اخيرا جمال عبد الحميد. كمان هيقيم اتحاد الكره نهايه العام القادم احتفاليه بمناسبه مرور 100 سنه على تاسيسه، طبعا في حضور لفيف من الشخصيات الرياضيه العالميه والعربيه. نروح بعد كده برضو نماذج رياضيه مشرفانا حقيقي في مصر وبره مصر. اللاعب محمد صفوت بطل مصر والعرب والمتاهل لاولمبياد طوكيو 2021 ده في التنس، بيشارك النهارده بقى في الدور الرئيسي لبطوله امريكا المفتوحه، دي احد البطولات الاربع الكبرى في عالم التنس. هيلعب مفروض امام الفرنسي جيل سايمون، وبيحتل البطل المصري محمد صفوت ده التصنيف رقم 131 في قائمه افضل لاعبي العالم لكره المضرب، ده كمان كان وفقا ل آخر تصنيف للاتحاد الدولي قبل توقف النشاط الرياضي بسبب كورونا. حدث مهم جدا هيتم تنظيمه في مصر السنة الجاية إن شاء الله إن عشنا وكلنا عمر. اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 هتعقد مؤتمر صحفي بكرة بإذن الله يوم الثلاثاء للإعلان عن تفاصيل حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد والمزمع إقامتها في مصر يناير 2021. طبعا وزارة الشباب والرياضة بتتابع أولا بأول كل المستجدات الخاصة بانتهاء يعني كافة الإنشاءات الخاصة بالصالات المستضيفة للبطولة وصالات التدريب، وطبعا إلى جانب الملامح الرئيسية لحفل القرعة والبرنامج المقترح ليها، وأيضا بدء اختيار المتطوعين من جميع المسجلين للعمل بالبطولة واللي وصل عددهم لغاية دلوقتي 6000 متطوع كلهم تقدموا للمشاركة في التطوع لهذه البطولة. كمان من المهم جدا أن احنا نقول أنه تم الانتهاء من التميمة الخاصة بالبطولة واللي تم تصنيعها بإحدى الدول الأوروبية واللي إن شاء الله سيتم الإعلان عنها خلال حفل القرعة. تعال بقى كريم نروح لحاجة محترمة جدا ونموذج احنا كلنا تابعناه يمكن، وهو طالب الفريسكا زي ما احنا عارفين. يعني نموذج ده الطالب اسمه إبراهيم عبد الناصر، ده كلنا شفناه وهو بيحكي عن تفوقه الدراسي وان هو كمان التحق بكلية الطب واشتهر اعلاميا زي ما قلت بطالب الفريسكا. الدكتور أشرف صبحي بقى هو الصراحة من الوزراء المحترمة جدا وزير الشباب والرياضة، تواصل هاتفيا مع الشاب إبراهيم عبد الناصر اللي هو حاصل على كام بقى يا كريم مجموعة؟ 99.6% يعني في الثانوية العامة. طبعا ده تفوق رائع، يعني هنقوا كمان هنا على التفوق وكفاحه في العمل مما يجعله نموذج طبعا إيجابي داخل المجتمع، والوزارة كمان بتجهز تكريمه. والوزير أكد أن الأولويات الوزارة هنا هترتكز على تكريم ورعاية الشباب المتفوقين والموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات. أعتقد اللي احنا ممكن نطلع منه من هذه القصة، يعني دايما كده أي حاجة بنقراها أو بنسمعها أو بنشوفها لازم نطلع منها برسالة حتى تفرق معنا في حياتنا، قصة ان مفيش حاجة اسمها يعني قصور او مفيش حاجة اسمها مستحيل. فكرة هنا برضو زي ما كنا بنتكلم يعني النماذج المحترمة لأبطالنا اللي هم من ذوي الإعاقة اللي بيشرفونا واحنا كلنا بصراحة يعني فخورين بيهم لان هم بيروحوا وبيثبتوا نفسهم رغم الإعاقة البدنية اللي عندهم، لكن احنا هنتكلم هنا ان الإعاقة الحقيقية هي يعني عدم الإرادة والثقة. لما يبقى انت ما عندكش إرادة او ثقة هي دي الإعاقة الحقيقية، طول ما انت لازم اصل مفيش حاجة برضو بتيجي كده، وفي نفس الوقت لو حاجة جت بسهولة انت مش هتشعر بالنجاح بتاعها، مش هتتمسك بيها، حتى لو حصلت عليها مش هتتمسك بيها لوقت طويل. فالإرادة احنا نطلع منها هنا ان انت طالما عندك هدف وعندك إرادة صدقني هتوصل ليه، بس استمر لان اكيد هيبقى فيه صعوبات لازم نستمر. وكمان ربنا محترم وربنا هيرزق من واسع زي ما حصل مع الطالب إبراهيم ده، يعني عشان مجرد ان هو فعلا حد ابن حلال مصفي وولد راجل ومتحمل المسؤولية ومش بيكابر، ربنا سخر له ناس كتير كمان وقفوا جنبه الفترة دي وإن شاء الله هتقف جنبه الفترة اللي جاية، ومنحة كاملة من وزارة التعليم العالي، وطبعا مجموعة من رجال الأعمال على حسب ما سمعت كمان تدخلوا في هذا الأمر، فربنا يعني يكرمه.
وفعلا ربنا بيسخر ناس يعني عشان الواحد يجتهد يصلحوا حال الناس. صح يعني بس جبتها. الواحد يجتهد. انت عارف انا صح. اعرف ناس بجد والله يعني لو هنتكلم بصراحه بقى وهنفتح قلوبنا، انا اعرف ناس مثلا في الثلاثينات، انا بتكلم هنا على رجال ومن عائلات يعني كبيره ومرفهين ماديا جدا، وما يعرفوش اي حاجه عن تحمل المسؤوليه مثلا يعني على سبيل المثال. صحيح. فالقصه يا جماعه مش انت اتولدت معاك ايه، القصه انت مين، انت حققت ايه، ازاي قادر تحقق ده، هدفك فين، اصرارك فين، هي دي النقطه كلها اللي احنا هنخرج منها يعني من القصه دي، ونتمنى كلنا نطبقها في حياتنا.